تدخلنا على الويلة وبدأنا حالات اختناق. لا 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 ما في حد. صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتيكي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من بلدة البحيرة الجنوبية. نحن الآن عند مفرق البحيرة الفوق مثل ما عم نشوف حاليا، يعني إذا ممكن نتابع بهذه الصورة، سيارات الدفاع المدني وصلت الآن إلى منطقة البحيرة الفوق، حيث تعرضت هذه المنطقة بالأمس إلى الكثير، أكثر من 100 قذيفة من بينها العشرات من القذائف الفوسفورية سقطت على هذه المنطقة. هناك حريق في أحد المنازل، ولكن الدفاع المدني يعني عم نشوف هذه المشاهد. هذا الموقع الإسرائيلي الذي نشاهده الآن، هذه ضيعة البحيرة وتحديدا البحيرة الفوقة التي كما ذكرنا تعرضت لأكثر من 100 قذيفة ليلة أمس، وعدد كبير من تلك القذائف هي كما ذكرنا هي قذائف فوسفورية المحرمة دوليا، والتي يحظر يعني استخدامها في الحروب. طبعا يعني فرق الدفاع المدني الآن عندما شارف البلدة تتأكد من عدد السكان، تتأكد من عدد يعني الأشخاص المتواجدين داخل البلدة لتؤمن عملية إجلائهم إلى خارج البلدة وإلى مناطق آمنة. فإذا هؤلاء عناصر الدفاع المدني اللبناني، وأيضا جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، وأيضا الهيئة الصحية الإسلامية هنا كما ذكرنا عندما داخل هذه البلدة. يعني نشاهد هنا بعض الأضرار أيضا في المحال والزجاج. فإذا مشاهدينا الكرام، سيارات الدفاع المدني وصلت الآن إلى بلدة البحيرة بعد تعذر وصولها بسبب القذائف والقذائف الفسفورية التي أطلقت بكثرة على هذه المنطقة. يعني المنطقة أشبه بمدينة أشباح، ليس يوجد هناك أشخاص، معظم أهليها نزحوا من هذه المنطقة. نشاهد بعض الماشية علي يعطيك العافية، بس خبرنا شو الوضع اليوم هلأ، شو عدد شو عنا جوا؟ تقريبا ضيعت كلها مصريين من السكان، بقول ما بعرف شو اثنين ثلاثة كثيرة مصرين بدنا نطلع نجيبهم، بس هن معندين. فمثل ما انت عارف هلا الوضع فوق منه سهل تطلع، صح؟ فهينا نحن موجودين بالبحيرة لحتى اي عمليه اخلاء، لحتى نضمن فيها اي حدا. في عنا جرحى شيء؟ في عنا شيء اصابات؟ حاليا ما في حالات اختناق. نحن كمديريه عامه للدفاع المدني، توجيهات مدير عام الدفاع المدني انه نكون جاهزين حد الناس. وانت مثل ما عارف من امبارح لحديث اليوم نحن بعدنا موجودين بالقرب من بلده الدائره، بس هلا قدرنا نفوت على الدائره لحتى مثل هيدي الناس انخلت من فوق ال 60 70 شخص نزلوا على مطرح آمن. اللي بده مستشفى هيئة إدارة الكوارث تواصلت معنا لحتى نقسمنا على المستشفيات. فنحن هلأ موجودين هلأ بالبحيرة لنشوف، عم بيقولوا بعد في 2-3 بقلب الضيعة فوق. اليوم تعرض للفوسفوري أيضا، هيدا مضر كتير بال هيدا، صح؟ علينا. يعني فإذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، كما ذكرنا نحن الآن في منطقة البحيرة الفوقة، يعني تحديدا خلفي الموقع او تظهر في الصوره الموقع الاسرائيلي والجامع، جامع بلده البحيره الفوقة، الحريق الذي يندلع بالقرب من احدى المنازل. هناك يعني عمليات لاجلاء المواطنين الذين ما زالوا داخل البلده. يعني كما ذكرنا مشاهدينا الكرام ان عدد كبير من أهالي البلدة نزحوا نتيجة القصف المركز على هذه البلدة، نتيجة القصف يعني سقوط القذائف بشكل كبير على هذه المنطقة. نشاهد يعني الشوارع خالية تماما، المنازل خالية من سكانها. يعني سنتجول قليلا لعلنا نجد أحد من أبناء من أهالي أو ما زال
فاذا نحن في بلدة البحيرة الجنوبية عند الحدود الجنوبية. هذه المناطق بالأمس كانت تتعرض لقصف فوسفوري المحرم دوليا. يعني هنا بعض الأضرار في المحال. نشوف إذا هذا الأشخاص. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ساكن هون أنت؟ أنا من صار بعد منزلت ولا نهار بعدنا هون. أنت من الضيعة؟ أنا من الضايرة. خلينا نحكي معك بس. إيه أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة أول شيء. الله يسلمك. طمنا شو كان عم بيصير عندكم بالليل؟ والله كل الليل ما غفلت عنا، كل الليل وهو القصف داير على الأطراف بالبلد حول البلد، يعني في عنا بيت هون تصوب بيت الدرج. وين البيت بعيد؟ حد لمحطة البنزين قريب. وفي بيت ظهير الفوق لرئيس البلدية عبد الله غريب. بعد في حدا احترق البيت بأكمله، العفش البيت كله احترق. ايه. وهي أنا صامدون مثل ما بيقولوا، حتى النصر أول موت. اليوم الله. اليوم عم بيكبوا فسفوري يعني. كل الليل بيضربوا فسفوري، والفسفوري قريب على المنطقة كله يعني حول البلد. طب ليش عم يستهدفوا المنطقة؟ في عندكم شيء يعني؟ في ممكن عم يحسوا على حدا عم يتحرك يعني، هن ما بيضربوا. بس ما في، بس هي منطقة مدنية هون 100%. كلها منطقة مدنية، ما في منطقة مدنية يعني، في استهداف واضح من قبل العدو الإسرائيلي للمناطق المدنية. بعد في كثير عندكم عالم هون بالضياع؟ لا لا لا، كان في شوي عند الطوارئ، عند اليونيفيل، عند القانية، أخلون هلا أخذون. ايه. ما ضل حدا، حتى الناس اللي كانت هون كلها فلت. كم واحد بعد في تقريبا من أهل الضياع؟ 3-4 أشخاص بس. 3-4 اشخاص بالمنطقه عندنا بس، ما ضل حدا. يلا انتبهوا على حالكم. دايره الفوق ما ضل حدا، كلها تهجرت باكملها، كلها تهجرت دايره الفوق. اتكل على الله. يلا انتبهوا على سلامه الجميع. يلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني فاذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، هذه هي الاجواء من داخل بلده الضهيره الجنوبيه. نحن كما ذكرنا الدفاع المدني وصل الان الى هذه المنطقه. هناك هذه المنطقة تعرضت للفسفوري بشكل كبير جدا. أهلها يعني جميع السكان والأهالي أخلوا هذه المنطقة. هناك بعض الأشخاص في منطقة الضهيرة أو الفوقة أو في حي الضهيرة الفوقة، ولكن هناك مساعي لإقناعهم للخروج من البلدة. هذه البلدة التي تشهد يعني اعتداء إسرائيلي يومي على هذه المنطقة، اعتداء بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليا. بعد في أهالي ساكنين جوا؟ كيف كان الليل امبارح؟ خبرنا. شو صار معكم؟ قديك كان في كسف كتير عليكم؟ فسفوري ها؟ ايه ضرب فسفوري ده شبه. وين كان عم يتركز القصف؟ بالاحياء كلها هون كان عم يجي قصف؟ لا اكثر شيء على الحدود. على الحدود وفي فسفوري عم يجي هون. ايه. يلا الحمد لله على سلامتكم. فاذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، هذه هي المشاهد من بلدة الضهيرة الجنوبية. الدفاع المدني الان في بلدة الضهيرة. تعرف تقريبا قد ايه عدد سكان الضهيرة؟ قد عدد سكان الضهيرة؟ حوالي 1500 شخص تقريبا. يعني 1500 شخص كلهم. 250 بيت عندنا. 250 بيت؟ 250 بيت. كلهم ظهروا من المنطقة. كلهم ظهروا، ضل بيت واحد يمكن بس، أنا وأمي، أنا والوالدة. يلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، طول عمرك، أهلا وسهلا. يعني هينا صامدون. يعني نحن مشاهدينا الكرام سنكون معكم دائما من مناطق، يعني سنحاول قدر الإمكان الوصول والاطمئنان على العائلات التي ما زالت في منطقة الضهيرة. يعني مشاهدينا الكرام، هذه هي الأجواء من بلدة الضهيرة الجنوبية كما ذكرنا. نحن الآن على مسارف الضهيرة الفوقة، حيث هناك بعض الأشخاص، هناك يعني اتصالات، لأن هناك خطورة بالخروج إلى تلك المنطقة، أو هناك خطورة بالصعود إلى تلك المنطقة. الدفاع المدني بانتظار يعني التأكد من عدد الأشخاص ليضع خطة أو لإجلاء الأشخاص المتواجدين
في منطقة الظهيرة. فإذا هذا هو نشاهده، هذا هو المركز أو الإسرائيلي الذي تطلق منه القذائف باتجاه البلدة. يعني هناك بعض الحيوانات، فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت على الفيسبوك، هذه هي المشاهد الآن من الظهيرة. كما ذكرنا هناك إخلاء للسكان، لم يعد هناك إلا العدد القليل القليل من الأشخاص التي تحاول الدفاع المدني إخلاءهم. يعني هذه البلدة كما ذكرنا التي تعرضت لأكثر من 100 قذيفة بليلة أمس، خرج معظم سكانها، لم يعد هناك إلا العدد القليل والقليل جدا، حيث يقوم كما ذكرنا الدفاع المدني الآن بوضع خطة لإجلائهم، ولكي يعني نشاهد أيضا سيارات، يعني لا نشاهد في المنطقة سوى سيارات الدفاع المدني والإطفاء، لا يعني لا نشاهد أي سيارة مدنية عبرت في هذه المنطقة. هي أشبه إذا فينا نقول بمدينة أشباح الظهيرة، تعرضت الكثير من القصف من القذائف الفسفورية، خطورة هناك خطورة على سلامة السكان، لذلك يعني هناك مناشدات لإخلاءها فورا ونقل السكان المتواجدين فيها إلى مناطق أكثر أمانا. فإذا مشاهدينا الكرام كنا معكم بهذا البث المباشر من منطقة الظهيرة، كان معكم محمد زناتي.